السلام عليكم، معكم محمود من قناة روى لايف. حلقة جديدة النهاردة عن عدة موضوعات ليها علاقة باختيار الوقت المناسب. زي ما انت بتختار الوقت المناسب عشان تكلم زوجتك في موضوع مهم جدا، زي ما انت بتختار وقت مناسب عشان تكلم مديرك في وقت مهم جدا، زي انت بتختار وقت مناسب علشان تسافر روسيا او اوكرانيا عشان تتجوز فتاة احلامك وبترتب الموضوع ترتيب كويس جدا. مهم جدا ان احنا نعرف التوقيت المناسب للدعاء الى الله وسؤاله في اما تيجي تقابل ربنا سبحانه وتعالى في صلاة قيام الليل مثلا. انت بتحدد وقت معين، قيام الليل مش الساعة يعني مش الساعة 9 مش الساعة 10 لا الساعة 2 3 في الثلث الاخير من الليل. فزي ما بترتب كويس قوي التوقيتات بتاعة السفر، الزواج، مفاتحة الزوجة، مفاتحة المدير في امور معينة، فكمان لما تيجي تدعي ربنا او تسأله شيء ما محتاج انك ترتب الموضوع، ترتب كلامك، وكمان ترتب التوقيت قبل اي حاجة، توقيت الدعاء. قلت لك قبل كده ان وقت الغيب يقال انه مستجاب الدعاء. جرب التلت الاخير من الليل في قيام الليل مستجاب الدعاء ان شاء الله. في نفحات كتير يعني مثلا في رمضان كله، فانت لو عايز تصطفي ليلة القدر مثلا في العشر الاواخر، في الخمسة الاواخر، في التلت الاخير من الليل منهم، وتدعي وتركز في الرضا، برضو امعان او تركيز في اختيار الوقت. بس جنب اختيار الوقت لازم تختار السبيتش، الكلام اللي انت تقوله، الدعاء، ترتيب الدعاء. مش انا احسن واحد يقول لك ترتيب الدعاء يكون ايه. طبعا تروح تشوف المشايخ، الشيخ عمر عبد الكافي مثلا اتكلم كتير في الموضوع ده، مصطفى حسني، الشيخ مصطفى حسني او الداعيه مصطفى حسني، عمرو خالد، ناس كتير اتكلمت في ترتيب الدعاء واسهبوا فيه، وممكن تشوف حلقاتهم لو انت عايز. في حلقه لمصطفى حسني برضو ايه احب انك انت تشوفها عن الحقد والحسد، هتلاقي الرابط بتاعها فوق في حلقه في الفيديو ده. فنرجع تاني للتوقيت وترتيب الدعاء. يعني مثلا في الدعاء يقال انه يستحسن ان انت تبدأ بشكر الله على نعمه، وممكن تذكر النعم دي، أضف إلى ذلك الإنابة، إنك أنت يعني الإنابة تنيب إلى الله، يعني أنيب إليك يا رب إن أنا يعني أنا أذنبت وأبوء بذنبي، يعني أو يعني بتستغفر من ذنبك وعارف إن أنا أخطأت وبتوب إليك يا رب. فدعاء توبة، وفي نفس الوقت يعني طبعا من أصول التوبة هي الإنابة، حاجة مهمة. فأنت في الدعاء برضو تحاول تستحضر التوبة بالإنابة، إن أنا خلاص غلطت يا رب وعارف إني غلطت، ويا رب اغفر لي وأشكر لي ولولدي وأرحمهما كما ربياني صغيرة. تعترف بأنك أنت في ناس ليها فضل عليك واجتهدوا عليك وتعبوا عشانك، وإن ربنا رزقك في عز ما أنت كنت عاصي أو نسي. فلازم تذكر الحاجات دي، او مش لازم يعني انت براحتك، بس يعني انا شايف الحاجات دي استحضارها في الدعاء كويس مفيد. اما بتيجي يعني مش عايز اقول تتذلل لمديرك في الشغل احيانا، تقول له ده انا ايام اما كنتوا مزنوقين وقفت جنبكم زي وقفه رجاله والموظفين كلهم مشوا وانا فضلت موجود رغم ان انا اتبهدلت وخسرت صحتي وخسرت نظري ووقتي ومجهودي ومراتي كانت طالبه الطلاق سبتها وجيت عشان اكمل شغلي، كل ده مش متقدر. يعني تبقى عايز توري مديرك انك عملت حاجات كتير رغم كل اللي حصل، ولو قال لك مثلا تغلطت في الشغل ولا بتاع تقعد تستسمحه وتقول له سامحني معلش وبتاع، اصل انا عندي ظروف، اصل البلد عندنا فيها كذا ومش كذا. فيعني زي ما بتعمل مع البشر اولى انك تعملها مع رب البشر وخالق البشر. محدش شايفك وانت بتتذلل الى الله، محدش شايفك او يعني هيشمت فيك ان انت بتتذلل الى الله او بتدعوه بشيء ما او بتبكي حتى اثناء الدعاء. ضبط التوقيت قلت لك مهم جدا، ولكن جنب ضبط التوقيت مهم يمكن اكتر منه شويتين، انت هتقول ايه في الدعاء. انت ممكن تضبط الوقت لكن تيجي في الدعاء تقول كلام ما يصحش، اللي هو يا رب انا عايز كذا، فلانه تحبني وتتجوزني الشهر الجاي يوم 3 2 الظهر يا ريت. طبعا ايه قله الذوق في الدعاء دي. لا تشرط زمان او مكان او شخص بعينه
إن أمكن في الدعاء. كمان يحضرني في هذا الأمر إن في ناس كتير بيبقوا في أزمة خانقة مدمرة، الناس اللي هي كانت في روسيا مثلا أو قاعدين عايشين في روسيا، ويقول لي خلاص أنا كده بضيع أنا مش عارف إيه، وتبقى حاسس خلاص الراجل ده يعني مهما نصحته مهما حاولت تساعده وتدي له فلوس خلاص هو ضايع، الدنيا بايظة وعليه مبلغ كبير مديون. تجي له بعد سنة سنتين كده تفاجئ إن حالته اتظبطت، وتسأله إيه اللي حصل لك مثلا ولا كده، لا كان عندك مشاكل، يقول لك زمان ده خلاص ده كانت مشكلة صغيرة كده وعدت. فخلي بالك المشاكل الكبيرة اللي ربنا طلعك منها ما تقولش بعد كده لا ده كانت مشكلة صغيرة وانا بحل الحاجات دي عادي انا متعود. اوعى اوعى خلي بالك من الحتة دي، الحتة دي خطر خطر. لازم تعترف ان انت كنت في ازمة كبيرة وانك طحنت وانك انت ربنا انقذك من مصيبة كبيرة جدا. مش لازم قوي تحكيها للناس بس قصدي تستحضرها برضو في الدعاء، وانك انت اما مثلا ممكن حد في احنا زيك ممكن تحكي له القصة، يقول له بص انا حصل لي زي الزمان وبهدلت وبتاع وربنا نجدني، ما نجدنيش غير الدعاء. فانت كده بتدعو الى الله بالموعظة الحسنة، انت بتزبط صاحبك وبتزبط نفسك، الملائكة بتكتب لك فلان منسيش فضل ربنا عليه وقال عبد زيه علشان يقلده علشان يدعي ويرجع الى الله، فادوله اجر زي الرجل اللي هيروح يدعي ده لربنا. انت وبتتفتح لك ابواب جديده في الحياه. انا بقول لك نفحات صدقني نفعت معايا وفتحت لي ابواب في حياتي. انا يمكن محظوظ او ربنا كرمني يعني ومديني حظ من اني اكون من القله او من الناس اللي عندها قناه في اليوتيوب وعندهم بعض المشتركين المحترمين اللي بيشوفوه، فعندي فرصه ان انا انقل لك المعلومه. انت يمكن قدامك مثلا 20 واحد فقط او 30 واحد، استغل ال 20 30 واحد اللي قدامك ونقل لهم المعلومه عشان تاخد ثواب وربنا يفتح لك ابوابك المقفله. ونشوفكم على خير بحفظ الله. سبحانك اللهم، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.